الفارنكس اللي هو البلعوم، والإيزوفاجس اللي هو المريء. خوش، بوستيرير للإيزوفاجس شنو عندنا؟ عندنا الفيرتبرا. أوكي، هاي الفيرتبرا هي البوستيرير لل posterior part of the neck. زين، إضافة إلى هذه الشغلات شنو موجودة بالنك؟ موجودة عندنا muscles، موجودة عندنا nerves، موجودة عندنا veins، موجودة عندنا arteries و lymph nodes. تركيز محاضرتنا اليوم هو على الفاشية اللي هي قلت لكم، هي الفاشية عبارة عن layers راح تحاوط enclose some structures. راح نركز على هاي الفاشية أنواعها، ونركز على المسلز of the neck. ما راح ناخذ كل المسلز اليوم، ناخذ قسم والقسم الآخر إن شاء الله بالمحاضرة الثانية. جيد، زين، هسه الفاشية نفسها مثل ما قلت لكم شنو الديفينيشن مالتها؟ هي internal connective tissue، وهذا الانترنال connective tissue راح تكون مثل الشيت اللي يحاول ويدير support مثل ما قلنا muscles, vessels and nerves. الفاشية عندنا هنا two types، عندنا superficial fascia وعندنا deep. superficial مثل ما تعرفون معناته خارجية سطحية، يعني هسه هذا السكن هو superficial، deep إلى هو البون. فإذا superficial وdeep هذا التقسيم الأول. superficial مثل ما قلت لكم معناتها هي السطحي. فالsuperficial fascia cervical fascia راح تبدينا مباشرة under the skin، اللي هو تبدينا من الديرمس layer of the skin. إذا ماخذين بالهيستولوجي السكن راح نقسمه إلى layers، epidermis وبعدين تجينا ديرمس. فمن الديرمس of the skin وتكون ممتدة إلى الديب سيربيكال فاشيا. زين، هاي السيبرفيشال فاشيا شنو بيها؟ بيها راح نشوف نيرفز اللي هي مسؤولة تعطينا سنسيشن للسكن. نشوف الاكسترنال، لعفوك واحد حجة. أوكي، بيها veins اللي هي external jugular vein، وبيها lymph nodes وفات، وأكو مصل يسموها بلاتزما. شنو اسمها؟ اسمها بلاتزما. أوكي، هذه البلاتزما إذا شوفوا هنا بيها features. أولاً هي superficial مصل، كل superficial. من نفتح الاسكن، إذا مثلاً واحد جراح يفتح الاسكن مباشرة تحت الاسكن راح يشوف هاي الفاشية طبقة من الكونكتيف تيشو. مباشرة جوا الكونكتيف تيشو هاي الفاشية اللي هي سوبرفيشال فاشية راح نلقى هاي المصل. هاي المصل صحيح يشوفوها تشوفت شيء برود وكبيرة شكلها بالصورة، بس هي very thin muscle. Very thin muscle. تبدينا الأوريجن مالتها من الأبر تشيست، من مصل مهمة بالتشيست. بعدكم جزء ما أخذت التشيست. مصل مهمة هنا يسموها بيكتوراليس ميجر، تبدينا من البيكتوراليس ميجر، ومصل تبدينا هنا على الكتف نسميها الدلتويد مصل. فهي تاخذ أوريجن من بيكتوراليس ميجر ومن دلتويد مصل. هذه البلاتيزما راح تروح دايركشن إلى يعني كأنه تروح لنا أنترو سوبيريور. وين تجي؟ أول ما تجي تعرف أن هذا الكلابيكل. الكلابيكل اللي هو عظم الترقوة، هذا الكلابيكل هو عظم الترقوة. فتجي across the clavicle، بعدين تبدي تلتقي ويا من؟ بالميدلاين ويا الأذر سايد of the platysma. زين، insertion وين يصير؟ الانسيرشن يصير على المانديبل، وتبدي يصير يعني fusing ويا من؟ تبدي تلتقي همين ويا المسلز مالت الفيس. فإذا هي كمحصلة هي very thin muscle، تبدينا بهذا الاتجاه من upper chest ومن الدلتويد muscle، وتوصل لنا إلى المانديبل وتلتقي بمن؟ بالفاشيال muscles.
اوكي شنو الانرفيشن مالتها؟ هي برانش اوف فيشال نيرف. زين من نشيل هذه البلاتيزما مصل، هسه احنا بدينا الخوب من ورا، قصدي من الانتيريور من السوبرفيشال، شلنا السكن، لقينا جواها السوبرفيشال سيرفيكال فيشيا، بعدين لقينا جواها البلاتيزما مصل. من نشيل البلاتيزما مصل راح شنو نشوف؟ نشوف اكو نيرفز، هاي النيرفز هي مسؤوله على السنسيشن مالت النك، السكن مالت النك والاذن، خلف الاذن. شنو عندنا؟ عندنا اربع يعني نيرفز، فور نيرفز، اللي هي وحده طبعا لو تشوفون انه الاوريجن مالت النيرفز كلها سي 2 سي 3 ما عدا واحد من عندهم سي 3 سي 4. بل عندنا واحد يسمونه لسر اوكسيبيتال نيرف، و لسر اوكسيبيتال نيرف راح يعطينا سنسيشن الى الاير، نسميها الانر سيرفيس، هذه اللي هي اللي قريبه على الجسم نسميها اما انر سيرفيس او ميديال سيرفيس، هاي القريبه على الجسم، والبعيده عن الجسم نسميها اوتر سيرفيس او لاترال سيرفيس. فالمهم اللسر اوكسيبيتال نيرف مثل ما تشوفون هنا بالصوره هو راح يجهز لنا الابر بارت مالت السكن مالت النيك وجزء من الاير. يعني هسه انا مو اللي تجي تقول لي مثلا بس حتى لو تتكلم بس الاوريكل هذا انف يعني. بعدين شنو عندنا الثاني؟ هو جريتر اوريكولار نيرف. الجريتر اوريكولار نيرف هم راح يجهز لنا الابر بارت مالت النيك والانر سيرفيس، وبعض قسم من عدها تعطينا للباروتيد جلاند. عندنا نيرف ثالث اللي هو الترانسفيرس، ترانسفيرس سيرفيكال نيرف. اوكي هذا الترانسفيرس سيرفيكال نيرف هم الاوريجن مالته من سي 2 سي 3 وجهز لنا السكن مالت الانتيريور بارت اوف النيك. عندنا مجموعه نيرفات هنا اذا شوفوها بالصوره، هذه النيرفز هي كلها تحت عنوان اسم واحد سوبرا كلافيكولار نيرفز. طبعا كل واحد له تسميه بس احنا بالنسبه لنا يكفي انه نعرف اكو سوبرا كلافيكولار نيرفز. زين شنو بعد نشوف؟ تشوفون هذا بالازرق، هذا طبعا انت بالرسم دائما بالرسومات قاعد تشوفون انه الرسومات الاصفر يدل على نيرفز، الازرق يدل على فينز، فهذا فين تكون prominent superficial، وهذا يسمونه external jugular vein. طبعاً external jugular vein هو clinically important، يعني بعدين تدرسون بالمراحل المتقدمة إن شاء الله شوفوا إيش هو important، يعني مثلاً نسوي من عندك كاتيتر بعض الأحيان و some procedures ممكن تصير من خلال external jugular vein. همين بعدين من توصل مرحلة رابعة أو حتى بالثالثة راح بعض الديزيزز هارد ديزيزز راح تراقبون بيها الاكسترنال جيجولار فين. فالاكسترنال جيجولار فين منين الاوريجن مالته؟ الاكسترنال جيجولار فين يتكون من يونيون اوف تو فينز. شوف هذا واحد موجود نسميه من خلف الاذن جاي من خلف الاذن، هذا نسميه بوست اوريكولار، هاي هنا هذا اللي مالت الاذن نسميها اوريكل، هاي تسمي اوريكل. فهذا واحد من الاثنين، شوف اذا شوف بالصوره جاي من خلف الاذن فسميناه بوست اوريكولار فين، وهذا مانديبل فجاي همين من خلف المانديبل فسموه ريترو مانديبولار فين. فاذا اليونيون مالت بوست اوريكولار وريترو مانديبولار فين سوت لنا اكسترنال جيجولار فين. زين هذا طبعا بس كلمه ريترو، ريترو راح تسمعوها يعني هواي المرات بالطب، ريترو معناته خلف، مثل ما بوست، بوست من ناحية طبية بوست اوريكولار بوست، يعني أي كلمة بها بوست تجينا معناتها همين خلف، فبوست اوريكولار يعني خلف الأذن، ريترو مانديبولار معناته خلف المانديبول. أوكي هذا الفين شوفونه بالصورة هنا، هاي المصل very important muscle في النيك وبعدين الديفيجن اوف ذا نيك يسمونها سترنوكليدوماستويد ماسل، هسه بعد شوي نحكي عليها.
فيشوفون البين الاكسترنال جوجلر بين كروس along the obliquely across the المصل هذه اللي هي external cleidomastoid muscle. اوكي بعدين بال posterior part of the neck راح يخترق the second layer of the fascia اللي راح نحكي عليها نسميها investing fascia. والدرينج مالت الاكسترنال جيجولار بين هو للسبكلافيان بين. زين بعد احنا فوق الاكسترنال جيجولار بين اكو لينف نودز، هذه هي لينف نودز. اللينف نودز هنا هي يسمونها سوبرفيشال اوكي سيرفيكال لينف نودز. فاذا هسه خلصنا للسوبرفيشال سيرفيكال فاشيا. سوبرفيشال سيرفيكال فاشيا راح اسوي لها فيجن بسيط ثاني، هي تبدي لنا مباشره from the dermis of the skin وراح تحيط لنا كل النيك. جواها شنو موجود؟ موجود اول طبقه جوا السوبرفيشال سيرفيكال فاشيا هي هذه المصل سميناها بلاتيزمه. والبلاتيزمه الشيء المهم اللي بيها قلنا عليها انه very thin و broad تغطي لنا تبدي لنا من الابر تشيست الى المانديبل. بعدين جوا البلاتيزما اذا نشيل البلاتيزما راح نشوف نيرفز ونشوف الاكسترنال جيجولار بين. وعلى الاكسترنال جيجولار بين اكو لينف نودز سميناها سوبرفيشال سيرفيكال لينف نودز. اوكي هسه راح نجي الى اللاير الثانيه سميناها ديب سيرفيكال فيشا. هاي شوفوا هذه اللون الابيض هي كلها في هاي فيشيا اللي هي مثل الشيت زين مثل الغطاء بسيط. فهاي هي الديب سيرفيكال فيشيا. بس الديب سيرفيكال فيشيا بيها ثلاث انواع. اكو وحده نسميها انفستنج لاير، يعني هذه الانفستنج اللي التغليفي نوع من انواع التغليف فكانه تحيط نسميها انفستنج لاير. هاي الانفستنج لاير تحيط لنا كل الرقبه همين، يعني من الانتيرير والبوستيرير. اللاير الثانيه هي بري تريكل. بري كلمه بري دائما ما تقول بري عكس بوست. بوست داون ان فرونت، يعني نقول بري تريكيال معناته قدام التريكيا. التريكيا اذا تتذكرون اللي هي القصبه الهوائيه، فبري تريكيال لاير هي الطبقه اللي قدام التريكيا. وبري فيرتبرال لاير هي الطبقه اللي قدام الفيرتبرا. اذا نرجع للصوره الاولى مالتنا هسه احنا هذه التريكيا، هاي التريكيا اللي هي بالمقدمه. فبري تريكيال لاير تصير قدام التريكيا طبعا، غير بعدين راح نحكي بعد شنو الستركتشرز اللي تصير يعني اللي وياها. وقلنا اكو بري فيرتبرا لاير وهاي الفيرتبرا اللي هي الفقرات، فهنا همين لاير موجوده يسموها بري فيرتبرا لاير. زين هسه راح نجي هي نفس الطبقه الاولى اللي هي انفستنج لاير اللي هي هاي الانفستنج لاير اوف ذا سيرفيكال فيشن. هاي الانفستنج لاير تكون هي ذا موست سوبرفيشال اوف ذا ديب. تشوفون هنا بالصوره تبدي لنا هاي الانفستنج لاير، هذا الصوره هاي كلها شلون كانه قاطين الراس بهذا الاتجاه بهذا الشكل. فهذا هو anterior مالت الرأس، يعني كانوا نباوع له من فوق قاصينه ونباوع له هيك، فهاي الرقبة هيك نباوع لها. فهذا هو الانتيرير اللي هو هنا مأشر بالصورة، والبوستيرير من هنا. فشوفون اللاير اللي هي الانفستنج لاير هذا اللون الأزرق هي دائرة مدور الرقبة، بها خاصية معينة إنه عندنا two muscles راح تحاوطها بالاتجاهين، يعني تحاوطها من برا وتحاوطها من جوا. هاي المسلز يسموها سترنوكليدوماستويد مسل والثانيه ترابيزيوس.
الصورة مالت الستيرنوفليدو ماستويد تقدر أوريكم إياها هنا، هذه المصل اللي سميناها ستيرنوفليدو ماستويد مصل، شوفوها هذه، والمصل الثانية اللي هي رئيسية بالنك اللي هي مثلا الستيرنوفليدو ماستويد اللي هي ذات في راسك، إذا تفر راسك تحسها بيدك هنا تحس لك شيء صلب، هذه هي الستيرنوفليدو ماستويد مصل، وبالبوستيرير هي الترابيزيوس مصل. فالانفستنج لاير راح تحوط ذني المسلز اثنيناتهم. اوكي، هاي اللاير الاولى. اللاير الثانيه، اللاير الثانيه هي البري تريكل اللي قلنا عليها، بري معناتها قدام، التريكيا اللي هي هنا بهاي الصوره مثل النهايه، هاي التريكيا. اوكي، وقلنا posterior to the trachea شنو هو؟ هو الإيزوفيغس اللي هو المريء. خوش، فالبري تريكيال لاير راح تحاوط لنا بس هذا الجزء، تحاوط التريكيا، والتريكيا داير ما دوارها الغدة الدرقية اللي هي الثايرويد جلاند. زين، وقدامها كلش بالمقدمة تحت الجلد ممكن عندنا مسلز، هذه بعدين نسميها انفراهايويد مسلز، انفراهايويد مسلز. فإذا هاي التريكيا البري تريكيا لاير راح تحاوط لنا، تحاوط الانفراهايويد مسل، تحاوط لنا التريكيا والإيزوفيغس والثايرويد جلاند. اللاير الأخيرة هي بالبوستيرير، اللاير الأخيرة هي البوستيرير اللي هي بري فيرتيبال لاير، ومثل ما عرفنا بري هي قدام، بري فيرتيبال معناتها اللي تكون الشيت أمام الفيرتيبرا. فهي هاي هسه لا تشوفون بهذا المقطع إنه هذا البوستيرير، فإحنا عندنا هاي الفيرتيبرا الفقرات اللي تحط إيدك ورا رقبتك راح تحسون أكو عظام، هاي العظام ما منتظمة، هاي هي الفقرات العنقية، هي هاي البيرتبرا هنا. فهي راح تحيطها، بس منين تحيطها؟ من ناحية تحيطها دائر ما دوار البيرتبرا، مو بس البيرتبرا، والمسلز اللي هي اتاتش للبيرتبرا الكولم and its associated muscle. اوكي، وايضا عندنا جواها سراوند فشي راح تقرونه بعدين بالمستقبل ان شاء الله يسمونه بريكال بلكسس وسبكليبيان ارتري. بعد عندنا اللاير الاخيره يسموه كاروتيد شيث. شوف هذا هو الكاروتيد شيث اللي هو باللون الاخضر. الكاروتيد شيث هو ماخذ لك من متكون من خلال التقاء هاي اللايرز الثلاثة اللي حكيناها بالبداية اللي هي investing، إذا تذكرون investing layer قلنا تحاوط هاي المصل اللي سميناها sternocleidomastoid muscle، جاي من هاي اللاير، وجاي أيضا contribution منين جاي؟ من prevertebral fascia اللي هي prevertebral region، وجاي همين، وجاي همين من layer ثانية اللي هي البري تريكيال فيشيا. فهذا هو الكاروتيد شيث. كاروتيد شيث مهم ليش؟ لانه يحتوي لنا على كاروتيد ارتري، كمان كاروتيد ارتري، ويحتوي لنا دائر ما دوار على بين يسمونه انترنال جيجولار فين. احنا حكينا على اكسترنال اللي هو موجود خارج الاسترنال ماستويد مسل اللي هو سوبرفيشال، هسه اكو واحد يسمونه انترنال جيجولار فين، وبيها ايضا بالكاروتيد شيث الشيء الثالث شنو هو؟ اللي هو الفيغاس نيرف. الفيغاس نيرف هو نيرف رقم 10، اذا تذكرون قلنا كرينيال نيرفز اكو 12 نيرف، 12 نيرف من رقم 1 الى رقم 12، فهو هنا العاشر موجود اللي يسمونه فيغاس نيرف. بعد ممكن اكو هنا موجود نيرف نودز داخل الكاروتيد شيث. اوكي، فإذا هذا هو الكاروتيد شيث، وهذه هي أهميته. الأهمية الثانية إنه الكاروتيد شيث يمتد من السكال بيز داون وين للثوركس، لهذا هنا يصير عندنا
الريسك مالت الانفكشن سم تايمز اذا صار في انفكشن كاروتي شيث ممكن ينتقل على كل السبيس داون تو ذا ثوراكس. فهسه هذه هي الفاشيا اللي موجوده. ف ريفيجن همين سريع، عندنا سوبرفيشال وعندنا ديب. سوبرفيشال هي الخارجيه، حكينا على سوبرفيشال، يبقى لنا الديب. ديب سيربيكال فاشيا، الديب سيربيكال فاشيا بها اربعه انواع، والانواع هذه قسمناها على يمن حسب الليفل مالت راح تحيط. اذا تجي احنا قلنا من انت من سوبرفيشال الى ديب، سوبرفيشال هو الخارجي ديب الداخلي. اول لاير سوبرفيشال لاير من الديب هي سميناها انفستنج فاشيا. انفستنج فاشيا تحيط لنا مسلز ستيرنوماستويد وترابيزيوس. بعدين البري تراكيال اللي راح تكون تحاوط التراكيا والسراوندينج ستراكشرز مالتها. شنو هي السراوندينج ستراكشرز؟ اكو الغده الدرقيه اللي هي تايرويد جلاند، واكو الايزوفاجس، والمسلز اللي قدام التراكيا سميناها انفرا تايرو انفرا هايويد مسلز. البري تراكيال والبري فيرتبرال هي مبينه من الاسم قدام الفيرتبرا، وتحاوط ان الفيرتبرا والمسلز اللي وياها. وشيء مهم جوا البري فيرتبرال ايش هيك؟ البريكال بلكسس وسبتيبيان ارتري. والكاروتي الشيث المهم لانه اضافه الى الانترنال جيجلر فين والفيغس وسام ليمف نودز. هاي نجيب مرات نسال شنو الكونتنت اوف ذا كاروتي الشيث. هسه الفاشيا خلصت، تبقى لنا المسلز. احنا بالمسلز بالنيك، النيك نقسمه الى قسمين انتيرير وبوستيرير. اكو شغلات اساسيه هي اللي تحكم بالنيك شنو يعني بالمسلز. اكو فور مسلز لازم من نتذكرها، نتذكر الديفيجن وتقسيمات اللي شلون راح نقسم بها النيك الى تريانجلز. إذا شوفون هاي العضلة الخضراء، هذه اسمها وحدة قلنا عليها البوستيريور اللي عندنا اللي يحيطها الانفستنج لاير. المصل الثانية شنو سميناها؟ سميناها ترابيزيوس. وينها؟ هذه هنا الصورة أحسن نقدر نشوفها. هاي المصل الأولى قلنا ستيرنوماستويد، وقلنا هاي البوستيريور اللي هي الترابيزيوس. بعد عندنا مسلز مين من تحفظوهن راح تقدرون تاخذون السب ديفيجن مالت النك كلها وتفهمونها بشكل كامل. عندنا هاي المسل اللي يسمونها دايجاستريك مسل، ومسل ثانيه يسموها اومو هايود مسل. هنا من راح تفهم من تحفظ المسلز تتذكر اسم المسلز هذا اللي راح تتذكر شنو هي السب ديفيجن وتسهل عليك الباوندريز. هاي الباوندريز ممكن تجي بالام سي كيو بكل بساطه. كانت ترانجل باوندريز كذا وتسالك شنو الباوندريز مالتها، ممكن نسال شنو الكونتنت مالتها. فاذا اللي عندنا اول ما نريد نفهم شنو انتيرير ترانجل وشنو بوستيرير ترانجل. اذا تجون هذا السلايد، انتيرير ترانجل يتكون من الباوندريز مالته. هاي الستيرنوماستويد مصل هي anterior border of sternocleidomastoid muscle. اوكي هاي الانتيرير بوردر. عندنا انتيرير بوردر بها وبها بوستيرير بوردر، فاحنا نحكي على الانتيرير بوردر. فهذا هو، شوف هذا السلايد مره ثانيه، anterior border of sternocleidomastoid. superior دي منو موجود عندنا؟ هذا هو الماندبل. اوكي؟ superior دي هو الماندبل. ميديالي هو فد imaginary line اللي هو يعني يسمي فد هذا الساجيتال. إذا تذكرون كلمة ساجيتال معناته اللي يقسم هيك بنص الطول، هذا اللي بهذا الاتجاه. إذا شوفوني هذا نسميه ساجيتال. إذا حكينا محاضرة من المحاضرات الساجيتال line down the midline of the line، هذا هو anterior triangle. اوكي هذا هو anterior triangle. اليوم راح نحكي بس على anterior triangle بشكل سريع. فإذا
anterior border of sternocleidomastoid, mandible, هذا مثلث كاشفون والميدلاين. السternocleidomastoid مثلا شوف هي من اسمها sternocleidomastoid، اذا بها ثلاث شغلات. تجينا من الاسترنم اللي هو هذا العظمه اللي بالنص، اول ما تجي نص الصدر هذه نسميها sternum. اوكي من sternum تجينا من او لها اسم manubrium sternum، تقدر تقول sternum تقدر تقول manubrium sternum. اوكي فمن manubrium sternum هيد، والهيد الثاني منين جاي؟ من الكلافيكل اللي هو عظم الترقوة، فهسه صار sternocleido. اوكي فهسه الانسيرشن وين راح يصير؟ من كلمة mastoid هو الماستويد بروسس، وتعرفون الماستويد بروسس هو part of temporal bone. ايضا يعطينا insertion part of the insertion to the occipital bone، بس مين اللي وين يروح؟ يروح للماستويد بروسس of temporal bone، the sternocleido mastoid. من اللي يجهزها؟ هو الاكسسر نيرف و C2 C3. زين راح نجي الى الديفيجنز مالت من؟ مالت الانتيرير ترانجل. اول واحد اللي هو هذا اللي تشوفونه باللون الاحمر كاروتيد ترانجل. هسه هنا اغلبها هي عباره عن تسميات. ارسم، حاول توصل للبيت ترسمها او بمخيلتك حتى تتذكرها بشكل سهل. فالكاروتيد ترانجل هذه شنو الباوندريز مالتها؟ شوف سوبيريور قلنا هاي المصل دايجاستريك مصل. بس دايجاستريك مصل بيها يعني جزئين، اكو انتيرير واكو بوستيرير. فبالكاروتيد ترانجل هو البوستيرير بدي اوف دايجاستريك مصل. واش لاترالي شنو عندنا؟ لاترالي هي الميديال بوردر، او تقدر تسميها انتيرير بوردر، ماكو مشكله، انتيرير بوردر اوف sternocleidomastoid. يبقى الانتيرير بارت مال هذا الترانجل هي هذه الاوموهايود. الاوموهايود مصل مثل ما قلنا بيها two parts، ما قلنا بس هسه راح نقول الاوموهايود بيها two parts، واحد فوق تسميناها superior belly، وواحد جوا تسميناها inferior belly. فهو الكاروتيد ترانجل صارت اذا تتكون من posterior زين belly of the digastric superior وميديال، هنا الاترالي هو الانتيرير بوردر اوف sternocleidomastoid، والانتيرير بارت هو سوبيريور بالي اوف اوموهايود. شنو هنا موجود بالكاروتيد؟ الكاروتيد اللي موجود هنا نفسه، احنا عندنا كم كاروتيد ارتري، اذا تذكرون من قلنا بالكاروتيد شيث، كم كاروتيد ارتري وانترنال جيجولار بلين والفيغاس، بس هنا بالكاروتيد ترانجل راح نضيف هايبو جلوسال نيرف. هايبو جلوسال نيرف. اوكي؟ اللي كان كلش تحت الميد لاين مالت الماندبل. السبمنتال اللي هو هذا، هذا هو الترانجل. منين هذه هي الانتيرير بالي مالت من؟ مال دايجاستريك مصل. وهذا شنو هاللترال؟ و الميديال من هو الميديال؟ الميديال هو ميد لاين، بعد تشوفون هذا ميد لاين. خوش الانفيريور هو اكو فد عظمه يسموها هايويد بون، هي نفسها هسه تحس ايدك تخليها جوا الماندبل من الميد لاين تحس فشي عظمه تنزل متنزل صبعك شوي شوي، راح تحس فد عظمه مو تفاحه ادم، فوقها اكو فد شيء مثل العظمه، هذه يسموها هايويد بون. فاذا السبمنتال ترانجل هي هاي الباوندريز مالتها، هايويد بون مثل الانفيريور بارت، واللاترال هو الانتيريور بالي اوف دايجاستريك، والميد لاين اللي ميديال هو الميد لاين اوف ذيك. شنو اكو هنا؟ هنا اكو بس سبمنتال نيف نود. بعد شنو الفلور مالته؟ الفلور مالته اللي هي هاي المصل يسموها مايلو هايويد مصل. انا اسف يعني هي يعني مشكله الاناتومي هي الترمينولوجي، يعني هي مصطلحات، فشوف هي مصطلحات كثيره بس يعني بس تصفن عليها، هذه شوي هارد ورك حتى واحد يقدر يسيطر على الموضوع.
الثالث اللي هو هذا السب مانديبولار ثاني، السب مانديبولار اللي هو هذا المكان. شنو الباوندريز مال السب مانديبولار ترانجل؟ طبعا سوبيريرلي هو الماندبل، اسمه سب مانديبولار. سب معناته تحت، سب هي معناته تحت، سب مانديبولار هي تحت الماندبل، المنطقه اللي هي تحت الماندبل. فاذا هذا الماندبل هو سوبيريرلي، انتيرير هو انتيرير بلي of digastric، والبوستيرير هو posterior belly of digastric. هنا بهذا التريانجل شنو موجود عندنا؟ هي submandibular salivary gland. اوكي؟ اللي هي واحدة من الغدد اللعابية يسموها submandibular gland. وموجود أيضا lymph node، وعندنا هنا facial artery وvein. الشيء الأساسي اللي تعرفه هو لازم submandibular gland والlymph node. اوكي؟ هذا آخر تريانجل عندنا موجود بالانتيريا اللي يسمونه muscular triangle، أنجل لأنه يحتوينا على muscles، لأنه بداخله muscles، أكثر شيء muscles بالفلور مالته. تشوفون muscular triangle منين يجي؟ فوق هو هذا البون اللي سميناه هايود بون. laterally عندنا two parts باللاترال، superior lateral اللي هي هاي من superior belly of omohyoid، inferior lateral اللي هي anterior border of sternocleidomastoid، و medially هو sagittal midline مالت النك. اوكي، شنو الكونتنت؟ الكونتنت هي infrahyoid muscles، مجموعة muscles اللي هي infra معناتها همين تحت أسفل، زين؟ فinfra hyoid هي muscles اللي تتصل بالhyoid bone، بس شنو؟ من الأسفل. الhyoid bone يتصل بmuscles من فوق، muscles من جوا، بسمينه تحت. بعد شنو ال content مالته جوا هاي muscles؟ جوا هاي muscles راح نشوف الـ important structures اللي هي الفارينج اللي هو البلعوم، إزوفيجاس اللي هو المريء، لارينج اللي هي الحنجرة، هاي كلها الـ content مالت الـ muscular triangle. السلايد الأخير هو الـ hyoid bone اللي هو نفسه، اللي هو هذا اللي نحكي دائما عليه. الهايود بون هو طبعا ما يسوي لنا articulation with any other bones، ما بي اي articulation، هو ما يتصل باي بون، وانما باقي معلق. معلق بمن؟ معلق بالمسلز. اكو مسلز فوق الهايود بون سميناها سوبرا، سوبرا معناتها فوق، سوبرا هايود، واكو مسلز جواها سميناها infrahyoid bone muscles العفو، فهاي هي اللي راح تلزمها. بعد اكو muscles attached هم تعطينا attachment للhyoid bone اللي هي part من oral cavity and pharyngeal muscles. اوكي، اللي هي بعدين راح ناخذ الpharynx، راح نشوفون شنو اسمها middle pharyngeal constrictor، وهذا الhyoglossus والgenioglossus حكينا عليها سابقا بالمحاضرات السابقة. شيء ثاني أخير بالهايود بون إنه يتكون 3 parts، عندنا body وعندنا قرونة اثنين، واحد يسمونه greater واحد يسمونه lesser bone، وهاي اللي greater lesser bone والbody هي اللي راح تصير بها الاتاتشمنت مالت هذه muscles اللي قلنا عليه. مثل ما تشوفون هي المحاضرة بها واي مصطلحات، بس إن شاء الله بس تحاولون ترسمون بينكم بين تطبعون للصورة أكثر من مرة، بس تفهم الصورة. الباوندريز راح تلقوها سهلة مو صعبة، بس تتذكر التسميات مالت المسلز أول ما تجي حتى تفهم الموضوع، حتى تتذكر. أنا رأيي أول ما تحاول تتذكر التسميات مالت المسلز، من تتذكر التسميات مالت المسلز راح يصير الباوندريز كل السهلة تتذكرها.
إن شاء الله نكمل النيك قبل المحاضرات القادمة، نكمل posterior triangle ونكمل muscles وياها، وبعدين ناخذ على structures بالمحاضرتين الأخيرات. أوكي شباب، أي سؤال؟ أوكي، شكرا جزيلا.